هذا الانجاز التاريخي للرياضه الوطنيه سي فوزي القجع، اكيد ممكن نقول لك غير الف مبروك لكل مشاهدي النصيب. برافو شابو هنا من عندي، اكيد شيء رائع اليوم. المهم اليوم هذا الانجاز والتاهل كيف قلتي، اولا خصنا نهديوه للرياضي الاول صاحب الجلاله نصر الله سيدنا اللي بالرعايه نتاعو الدائمه وبالتوجيهات نتاعو قبطنا خدينا الطريق الصحيح الحمد لله. والفريق الوطني اليوم المغربي في المربع الذهبي لكأس العالم، وهذا بطبيعة الحال أكبر وأحسن هدية للجمهور المغربي المتعطش والواقف إلى جانب هذا الفريق، ولكن أيضا هي هدية لكل الجماهير العربية والإفريقية والمغاربية أينما كانت والتي تساند وتشجع الفريق الوطني. أعتبر بأن الفريق الوطني اليوم جسد البعد الثقافي والتاريخي لمملكة عظيمة تاريخها 12 قرنا وعلى قيادتها ملك عظيم وجمهور وشعب كبير وعظيم. هنيئا لنا، هنيئا لنا.